السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وصحة جيدة. واليوم إن شاء الله غدا نشارك مع البنات نهار ديالي كيفاش داز، يعني كيفاش عمرتو باش هكا ما نحش بالملل ويعني وبالقنط. يعني راكو كتعرفوا يعني الظروف اللي كنمروا فيها جميع تقريبا وحدة يعني مشابهة، ما كاينش شي واحد في الفترة هذه اللي حسن من الآخر، يعني غير كل واحد وكيفاش كيقضيها. ما تحاولوش تخليو أن الروتين اليومي يعني يضركم في راسكم. شي مرات كيجينا اكتئاب، اكيد كل شيء كيحس بالملل، كيحس اكيد خاصنا نتقربوا من الله سبحانه وتعالى. اكيد هاد الحاجه مفروض منها، ولكن كت تختلف هاد الايام بالستريس والتوتر، ما عارفينش شنو غادي يوقع، شنو يعني شنو المنتظر، شنو كاين. كنتمنى ان شاء الله خير ودائما التفاؤل البنات، يعني قد ما تفائلتوا ما ربي كيفتح لينا ان شاء الله بيبان اللي يكونوا ديال الخير، ويبعد علينا هذا الوباء يا رب، على جميع المسلمين وعلى جميع البشر يعني عامة، المسلمين أو الغير المسلمين. وكيف ما شفتوا البنات، غدا نخليكم مع الفيديو اللي غسلت فيه القريعات ورتبتهم، وضعت شوية ديال القطنية وشوية ديال الأعشاب ديال الشاي. المهم خليكم معايا في هذا الفيديو، كنتمنى أنه يعجبكم. كيف ما شفتوا البنات، خديت القريعات نض يعني غسلتهم، كانوا في بلاكار صراحه كانوا حالتهم، غسلتهم ووضعت فيهم هاد القطنيه اللي هي العدس، شويه ديال اللوبيا، شويه ديال الجلبانه. يعني دائما البنات حاولوا تعمروا الوقت ديالكم وتقلبوا البلايص اللي يكونوا هكا شي حاجه اللي فيهم مخفيه وما كنقلبوهاش دائما، حاولوا تنظموا وتعمروا الوقت ديالكم، اكيد غادي تحسوا بواحد الراحه. وكيف ما شفتوا معايا قديتهم، وعندي هنا كيف ما شفتوا بالنسبه لدوك الحبوب، عندي إيلان والاعشاب ديال الشاي وهذوك الزرار اللي كنستعمل في الخبز. ومن بعد ما نظم دوك القريعات غادي ندوز باش نوجد الغداء. كيف ما شفتوا وضعت الماء حتى يعني ولا كيغلي، وزدت عليه شويه ديال الزيت ودرت واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نوضع فيه المعكرونه او لي بات. صافي غدا نخليهم يتسلقوا
وهذا ندوز باش نحضر الوجبة الرئيسية. هاد لي بات درتو من الدراري، وهذا ندير لينا حنا شوية ديال الأرز بسمتي. بالنسبة للأرز أنا غدا نرافقه بالسمك لا دوغاد اللي كيجي زوين، وكنديرو في الفرن أنا بواحد الطريقة اللي سهلة بزاف، يعني غير بالتوابل والملحة ديال البحر، الملحة ديال البحر اللي كتجي معاه زوينة. بالنسبة للخضار اللي كنت حطيت معكم في القناة البنات، هاد الفلفلة راه حتى هي كنت مجمدها، لاحظوا معايا اللون ديالها من احتاجي جبتها محافظة على اللون ديالها، من استعملت مع ديك البيكربونات كتخلي ليها اللون كما هو ما كيتغيرش، وكتبقى يعني المذاق ديالها زوين. وهنا عندي الأرز وعندي شامبينيون والبصل مقطعه مكعبات. هنا كانوا عندي جوج ديال الحبات كبارين ديال البصل اللي قطعتهم رقيق كيف ما شفتوا، والشامبينيون غدا نقطعه حتى هو شرائح. بالنسبه للشامبينيون البنات اللي بغاو يحيدوا لي ديك القشره الفوقانيه يمكن ليهم، انا صراحه كنخليها يعني ما كاينش علاش غير كنغسلو مزيان. وصافي خديت المقله وضعتها على النار، كانت لي بات حتى هي كتسلق حدايا، وضعت فيها الزيت، زيت الزيتون او الزيت النباتيه، توضعها في المقله على نار متوسطه. وغدا نضيف البصل كذلك. بالنسبه للبصل غدا ندير غير النص، يعني في حلة بصلة كبيرة درتها مع الأرز، والبصلة الأخرى غنديرها مع البط. غدا نشحر البصلة مع الزيت شوية. بالنسبة للأرز بسمتي غسلته مزيان حتى حيدت منه داك النشا اللي فيه كيف ما تشوفوا معايا، وصفيته وزدته مع البصل، وغدا نشحره مزيان مع الزيت كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للارز الا بغيتوا يجيكم زوين ويجيكم يعني حبه حبه، كتشدوه بهذه الطريقه هذه وكتحمروه في الزيت يعني مزيان. بعد ما شحرت ديك البصيله مع الرز زدت عليهم الخضر. بالنسبه للخضر قسمتها يعني النص درته مع الارز، والنصف الاخر غدا نديرو مع لي بات كيف ما غادي تشوفوا معايا. بالنسبه للارز درته ليا انا والزوج ديالي، ولي بات غادي نديرها للدراري، راكو تعرفوا الوليدات كتعجبهم. وغادا نزيد شويه ديال الملحه. بالنسبه للتوابل ما درتش شي توابل اللي كثيره، يعني غير الفلفل الاسود او الابيض والملح فقط، هادو هما التوابل اللي انا استعملت، لان صراحه هذا الرز ما كيحتاجش توابل كيف ما شفتوا. بالنسبه للارز والخضر راهم تشحروا مزيان، غادا نوضع عليهم الماء الغليان. لي بات كذلك كيف ما شفتوا معايا راهي كتسلق، وهذا السمك والفلفله والبصل اللي غدا نزيد مع لي بات كيف ما شفتوا معايا. بالنسبه للارز من بعد ما حمرته مع ديك البصيله والخضر زدت عليهم الماء يكون غليان كيف ما سبق لي وذكرت لكم، ضروري الماء يكون غليان باش الارز ديالكم ما يجيش معجن. بعد ما غطيت على الارز غدا نخليه يطيب على نار اللي تكون مهيله، ضروري النار تكون مهيله. غدا ندوز باش نحضر معكم السمك. وبالنسبه للتوابل اللي غنستعمل مع السمك، عندي الفلفل الابيض، عندي بودره الثوم، الفلفل الاحمر بودره الحار، ضروري ديروا الحار الا كنتو كتبغيوه راه كيجي لذيذ مع هذه الطريقه هذه. وبالنسبه للملح العاديه ما غنستعملش هذيك، غادي نستعمل هذه الملح هذه اللي كتكون ديال البحر، ديك اللي كتكون غليظه، اللي صراحه كيجي الحوت مشوي كيجي عنده واحد المذاق اللي رائع بزاف. ضفت الملحه، وغدا ندير شويه ديال الزعتر اللي كيبقى اختياري كيعطي واحد النسمه زوينه. وصافي غدا نخلط جميع التوابل مع بعض، وغدا ندرشها على السمك بهذه الطريقه.
وكيف ما شفتو خديت الطنجرة على نار متوسطة، درت فيها الزيت ودرت شوية ديال البصل اللي سبق لي وشتو معايا خليته، ودرت فلفلة مقطعة، شامبينيون، وزدت عليهم حبة ديال الطماطم مقطعة حتى هي مكعبات. المرافقة هذا الأرز غدا نحضر واحد الصوص اللي كيجي زوين بزاف، اللي كيكون فيه البصل كتشدو واحد ربع ديال بصلة أو نص بصلة كتشحروه مع شوية ديال الزيت، وزدت عليه شوية ديال شامبينيون كذلك مقطع رقيق، وموراها زدت عليه واحد تقريبا واحد الكاس ديال الكريمة الطرية، وزدت عليها شوية ديال الملحة وشوية ديال الفلفل الأسود. صافي، هادو هما المكونات اللي راني وضعت. بعد ما تحرات ديك الخضيره كيف ما شفتوا معايا، راه غير شويه شويه من الحاجه البنات كيعطي واحد المنظر ويعطي واحد الحاجه اللي كتبان كثيره، يعني في التقديم غادي تبان شي حاجه اخرى. وكيف ما شفتوا معايا راه غير جوج ديال البصلات وهذا قسمتهم بين الارز وبين المعكرونه اولا لي بات. كيف ما شفتوا معايا غادا نخلط هاد المكونات كامله مع لي بات من بعد ما غسلتها بالماء بارد طبعا وصفيتها، وزدت شويه ديال الملحه والفلفل الاسود. هادو هما الاطباق كيف ما تشوفوا معايا، هذه لي بات راهي واجده غدا نحطها للوليدات، وكذلك بالنسبه للارز راه جا ماشي معجن، يعني جا حبه حبه، جا عنده واحد الريحه غزاله، وكتعرفوا البنات الرز بسماتي كيجي زوين بزاف، انا صراحه كيعجبني. وهذه غير شلاضه عاديه، وهنا غدا ندير واحد العصير اللي ساهل ساهل بزاف، المهم كنقضيو داكشي اللي كاين. درت فيه الحامض، الليمون، الخيار، وضفت واحد حبه وحده ديال الجزر مع هذاك العصير وطحنتهم، والسكر كيبقى اختياري، يمكن لكم تضيفوه يمكن لكم تستغناو عليه. وهذا هما الاطباق كيف ما شفتوا، سريعين بزاف وكيجيو في المنظر ديالهم كتبان شي حاجه اللي كثيره، ولكن هما بساطين وفي الطياب ديالهم يعني ما كياخذش الوقت نهائيا. وهذاك العصير، هذاك الارز مع السمك وشويه ديال الشلاضه اللي تا هي بسيطه ما فيهاش شي حاجه، يعني غير شويه ديال الخيار ومطيشه وشويه ديال الخس، ولحت عليهم واحد شويه ديال الزيتون وصافي. المهم هادو هما الاطباق، كنتمنى انهم يعجبوكم، ساهلين وبساط. وبالنسبه لتقديم البنات راه كيبقى حسب الذوق ديال كل سيده، يعني كل سيده وعندها الذوق ديالها، وسبحان الله كل واحد عنده اللمسه ديالو. المهم هذا الشيء انا درت معكم بسيط جدا وفي متناول الجميع. هذه لي بات ديال الدراري كيف ما شفتوا، درت لهم هما سمك السلمون، ما بغاوش هذا السمك، هذا كيبغوش داك الشوك اللي كيكون فيه. وكانوا هادو هما الاطباق البنات اللي كنت حضرت في الغداء. غدا نحضر معكم واحد البطبوط او المخمار، المهم كل واحد شنو كيسميه، صراحه حتى هو كيجي زوين وساهل بزاف. غدا نشارك معكم طريقه التحضير ديالو اللي بسيطه جدا، والبنات اللي ما كيصدقش ليهم كنتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه ديالي السهله. وغدا نبدا على بركه الله. كيف ما شفتوا معايا عندي الدقيق الابيض وعندي دقيق الفينو، عندي ملعقه كبيره من السكر الخشن، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، الملح والماء الدافي، هادو هما المكونات. خلطت الدقيق الأبيض مع دقيق الفينو، غدا نضيف جميع المكونات اللي ذكرت، نعاود نذكر عليكم من جديد، اللي هي الملحة وملعقة من السكر وخميرة الخبز، وصافي غدا نبدأ نعجن. وبالنسبة لطريقة العجن كيف ما سبق لي وكنقول لكم دائما في الفيديوهات، ما بقيتش كنعذب راسي مع العجينه ومقندلك، غير هالطريقه سهله ودون ما نستعمل حتى الاله ديال العجن، يعني حتى هي استغنيت عليها الفتره هذه، يعني غيرها بحال هكا بهذه الطريقه كنبقى غير كنجمع في العجين غير بشويه، يعني ما تخوش الماء في مره، يعني غير بالتدريج وانتم كتجمعوا فيها. يعني تبقاو غير هكا شويه بشويه، يعني مره مره كتخوي شويه ديال الماء وكتجمعوا بهذه الطريقه، وكتبقاو تزيدوا في الماء. المهم العجينه ديالكم خاصها تبقى بحال كتشبه العجينه ديال الشفنج، يعني تكون شويه جاريه ما تكونش قاصحه نهائيا، باش يجيكم البطبوط ديالكم يجيكم زوين. السر في العجينه ديالو تكون مرخوفه وتاخذ الوقت ديالها الكافي
في الاختمار يعني تخمر مزيان ضروري. وفين ما كتبان ليا بلي العجينه بدات كتنشف شي شويه كنبقى نخوي الماء بهذه الطريقه هذه. يعني هذه هي الطريقه باش عجنته انا باش كيجيني زوين بدون ما نبقى هكاك في يعني في العجانه بداك الصداع ديالها اولا بيديا نبقى هكاك ندلك يعني ما كاينش لاش غير كنحس بها بدات كتشرب شي شويه كنكون نجمع هكا وكنزيد شويه ديال الماء حتى نلقى القوام اللي كنقلب عليه يعني العجينه تكون مرخوفه ويكون الشكل ديالها كيف ما قلت لكم العجينه خص يكون بحال باغا تصايب الشفنج تماما تكون طريه بزاف وصافي. هذا هو القوام اللي كنت باغا يعني العجينه خصها تكون بحال هكا يعني تكون تلتصق في اليدين. غادا نزيد عليها واحد الملعقه كبيره ونصف ديال الزيت وغادا نجمع بها هكا العجين من الاسفل باش هكا ملي تبغيو تقلبوها وتجبدوا العجين ما تكونش لاصقه ليكم. وغادا نغطي عليها ونخليها حتى تخمر على راحتها. انا هنا كنت خليتها تقريبا واحد 25 دقيقه حتى 30 دقيقه غادي نخليوها وانتم على حسب الجو اللي عندكم في الدار. الا كانت عندكم الدار بارده سخنوا الفران على 40 درجه كيف ما كنقول لكم دائما في الفيديوهات اللي كنكون دايره فيهم هكا المخبوزات. وكديروا العجينه ديالكم فيه يعني يكون مطفي يكون مسخن على 40 درجه وتطفيوه وتوضعوا فيه العجينه ديالكم اكيد غدا تخمر لكم بسرعه وما تاخذش لكم بزاف ديال الوقت. وصافي بديت كندهن يدي هكا بشويه ديال الزيت وغدا نقطعهم يعني يكونوا متوسطين بحال هكا درتهم شويه الحجم ديالهم كبير وانتم ولا بغيتو ديرهم صغيرين راه يمكن لكم. انا صراحه بغيت نطيبهم بسرعه ونرتاح شي شويه لان في العشيه كيعجبني انا يعني ندير شويه ديال البطبوط ولا شويه ديال البغرير ولا شويه ديال المسمن مع واحد الكويز ديال اتاي ونصنط ليه. راكو كتعرفوا الوليدات كيكونوا جالسين كيبغيو بحال هذا الشيء هذا. وصافي بحال هكا غدا نقطعهم يكونوا متساويين. كيجي هذا هو البطبوطه البنات كيف ما شفتوا بهذه الطريقه هذه كيجي زوين بزاف خفيف
من الداخل، وكذلك كرطب بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يصيبوا البطوط ديالهم وكيتعوج ليهم. كفكره فقط، انا ما كنستعملش ورق الزبده، ولكن بغيت نوري لكم بعض الطريقه. يعني الا كنتو كتبغيو ترميو البطوط ديالكم وكيجيكم معجن، يعني جهه عفوا معوج، يعني جهه كتجي مقاده وجهه عوجه، من الاحسن انكم ديروا ورق الزبده، راه كيجي زوين وكيجي هذا هو الشكل ديالهم بعد ما طاب. كيف ما شفتوا درت معاه شويه ديال الزبده مع العسل، ذوبت شويه الزبده وزدت عليها شويه ديال العسل ودرتو ليها من الفوق. صراحه جا زوين بزاف، رطب، انتم كيبان غير من النظره ديالو راه كيبان زوين. وبالنسبه للعجينه ديالو كيف ما شفتوا انا راني رققته مني كنت كنبغي نرميه، غير هو مني كيطيب كيجي الشكل ديالو بحال الشفنج تماما. يعني العجينه ديالو كتكون العجينه ديال الشفنج بحالها، لهذا كيتنفخ وكيولي عنده هذا الشكل. هذا كنتمنى فعلا انكم تجربوه وتشجعوني بلايك الى عجبتكم القناه ديالي وعجبكم الوصفات اللي كنقدم، وعجبكم هذه البطبوطه هذا وهذا الفيديو ما تنسونيش من اللايك والتشجيع ديالكم والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. وغدا نقول لكم شكرا لكم على المشاهده، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر، والسلام عليكم.